السلام عليكم. خرق الجزائريون إجراءات العزل التام التي فرضتها السلطات على العاصمة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحراك الجزائري، وخرج الآلاف في تظاهرات إحياء للمناسبة التي تسببت في استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. بالرغم من أن طبيعة الشعارات التي رفعت في التظاهرات الأخيرة جاءت أقل حدة عما كانت عليه قبل عامين، فإنها عكست رغبة في التعبير عن استمرار الحراك وشيئا من عدم الرضا عما تحقق منذ استقالة بوتفليقة. ربما لا يعرف أحد حدود التغيير الممكنة في بلد يمثل الجيش عماد نظام الحكم فيه، لكن ما بات معروفا في الجزائر أن الحراك الشعبي أوجد حالة من النضج في المجتمع الجزائري، ووضع المسكوت عنه لعقود خلت على طاولة الحوار العلني. وفي هذا السياق تحديدا يمكن فهم سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كحل البرلمان وإقالة عدد من الوزراء وإطلاق سراح عشرات من المعتقلين المنتمين إلى الحراك الشعبي. لكن الآن ماذا حقق الجزائريون بعد عامين على انطلاق تظاهراتهم العامة؟ وكيف قرأوا قرارات الرئيس الأخيرة؟ وما حدود التغيير الممكن الذي يسعون إليه؟ الثورة الجزائرية تستقبل عامها الثالث بعد أن نجحت بتظاهراتها المتواصلة على إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن السلطة. الجزائريون خرجوا مرة أخرى في الذكرى الثانية للثورة ليعيدوا أجواء الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 من شباط 2019 رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتحول إلى مطالب بالتغيير الشامل للنظام. قبضة الجيش والرئيس عبد المجيد تبون التي تمسك بالسلطة الآن لم تحقق للثوار مطالبهم، واستمرت بحملات من الاعتقالات والملاحقات القضائية للنشطاء والمعارضين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل منع الحراك من الاستمرار. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن الثورة في الجزائر كانت تستحق مصيراً أفضل. لكن ثمة محاولات تسعى لتهدئة الشارع الجزائري بدأت بإطلاق سراح العديد من النشطاء وحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 6 أشهر كحد أقصى. الحراك الجزائري الذي لا يزال يتمتع بقوة وإصرار على الاستمرار بالتظاهرات لإنهاء الدولة العميقة التي يمسك بها الجيش يطالب بالتغيير الجذري للنظام بعيداً عن الحلول الشكلية التي لا تلبي طموح الثوار. إذن عن الجزائر بعد عامين من تظاهرات شعبية أطاحت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن بن عمار المحلل السياسي، وعبر سكايب من الجزائر العاصمة الدكتور حسام حمزة أحد قادة الحراك الجزائري، وأيضا من العاصمة الجزائرية الدكتور رضوان بوهديل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام جميعا. نبدأ من الاستوديو أستاذ عبد الرحمن، يعني كحصيلة أولية جردة حساب بعد عامين على هذا الحراك، ما الذي حققه الجزائريون من إنجازات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكركم ونشكر من خلالكم قناتكم على هذه الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا. أولا نحن نعود لنتكلم على الحراك بهذه العودة القوية التي عادها الشعب الجزائري أو كسر فيها كل القيود التي كانت مفروضة من جديد على العاصمة، وانطلاق الحراك من جديد. الحراك أصلا هو لم يتوقف لولا أنه كان هذا جائحة كورونا التي كانت الأمر المفروض على الشعب الجزائري والتي أوقفت الحراك. إذا تساءلنا عن ما حققه الحراك الجزائري في الجزائر فتحققت عدة أمور. نبدأ أولها ما تكلمنا عليه، وهو كسر قاعدة أن الجزائر العاصمة كانت ممنوعة من أي تظاهر أو أي تجمع أو أي عمل حتى ولو كان ثقافي من غير رخصة من عند الدولة. فكيف كان للشعب أن يحتج عن ما تقوم به الدولة من استبداد ومن تعسف في ظل أنه يجب أن يحصل على رخصة من عند الدولة؟ فكان أول شيء أنه الشعب الجزائري حطم هذه القيود ودخل الجزائر العاصمة بداية ب 22 فبراير 2019، أين رأينا الهبة الشعبية الكبيرة والتي كان ربما أكثر المتفائلين لم يتوقعها، حتى من كان يدعو إليها لم يتوقع أنها تكون بذلك العدد. ثم فيما بعد تتسارع الأحداث لكي
نرى أن النظام السابق وعلى رأسه عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق، الرئيس المقال أو الرئيس الذي أجبر على الاستقالة، أنه رغم كل الشعب الذي خرج إلى الشارع وهو يرفض أنه يترشح لعهدة خامسة، وكان هذا هو المحور الرئيسي للحراك أنه لا للعهدة الخامسة، فضرب كل هذا عرض الحائط وترشح إلى رئاسة الجمهورية في بداية شهر 3. ثم بعدها كانت الأول مسيرة مليونية في الجزائر العاصمة في منتصف شهر 3. نمر بعد ذلك إلى توقف بوتفليقة ودعوته إلى حوار وطني، وإلى أن يعمل سنة كاملة يبقى هو فيها في الحكم ويدير الحكم لكي يخرج الجزائريين بصورة أحسن. الحراك يرفض من جديد هذه التصورات. صار الحراك بالنسبة للجزائريين وكأنه عبارة عن استفتاء وعبارة عن صبر آراء يحدث كل جمعة في شوارع الجزائر العاصمة وشوارع مختلف المدن، حتى لا نهمل بقية المدن. الحراك لم يكن في الجزائر العاصمة فقط، كان في مختلف ربوع الوطن، لكن الجزائر العاصمة بحكم أنها العاصمة كانت هي الصورة الظاهرة. هذه الصورة وهذا الاستفتاء الذي كان يحدث كل جمعة هو الذي كان يقول للحكومة رد فعل الشعب، والشعب قال بعدها لا للتمديد ولا لعهدة خامسة أو لا لعهدة رابعة ونصف التي تريدونها. استقال بوتفليقة، أتى عبد القادر بن صالح ليسير المرحلة الانتقالية، طرح قاعدة للنقاش قطعت لكي يكون هناك الخروج بدستور جديد أو بحل دستوري للأزمة. ذهبوا مباشرة إلى انتخابات رئاسية شارك فيها على حسب النظام 39.5%. نذهب بعدها إلى تعديل دستوري لم يشارك فيه إلا 23% على حسب كذلك السلطات الرسمية. نصل اليوم بعد جائحة كورونا التي كانت تعتبر ربما كمنقذ للحكومة الجزائرية في ظل الضغط المتزايد من الشعب الجزائري. منذ شهر أذار مارس معلق الاحتلال. نعم، ليس منذ شهر أذار مارس فقط الحراك في الجزائر معلق، الحراك في الجزائر معلق والبلد كله مغلق. الحكومة كانت بالنسبة لها أزمة كورونا هي عبارة عن مخرج من الموقف الذي وضعها فيه الشعب. الشعب وضع الحكومة، وضع النظام. لما أتكلم على الحكومة هنا نحن نتكلم على نظام كامل متكامل، وضعها في الزاوية وأصبح مثل الذي يرشقها بالرفض في كل اقتراح، في كل شيء هو لا يناسبه. لكن أتت جائحة كورونا والتي كانت كالمنقذ مثل ما قلت للحكومة الجزائرية لكي ترجع من فيما بعد وترجع تثبت القبضة الأمنية، ترجع تفرض اعتقالات من جديد، ترجع تمنع الحراك في الجزائر. وحتى الجزائريين هم من طوع أنفسهم كانوا أوقفوا الحراك بعد انتشار جائحة كورونا، حماية لأنفسهم، حماية لأبنائهم وأبائهم. نصل اليوم إلى الذكرى الثانية للحراك الجزائري المبارك الذي أسقط نظام بوتفليقة الذي استمر لأكثر من 20 سنة. أسقط نظام بوتفليقة أم شخص بوتفليقة؟ سنتكلم على أنه أسقط شخص بوتفليقة، لم يسقط النظام، معك حق في هذه، لأنه النظام نرى الآن لحد الآن نرى نفس الوجوه ونفس طريقة الإدارة، يعني نلمس نفس النكهة التي كنا نلمسها في نظام بوتفليقة. فأسقط بوتفليقة كشخص ونزعت الخوف من قلوب الجزائريين، وهنا أنا أتكلم على خوف بالتجربة، وربما هذا هو الإنجاز الأبرز. أكيد أنه الإنجاز الأبرز، لكن نحن هنا نتكلم على خوف ليس بالخوف الفعلي وإنما هو الخوف المعاش. الشعب الجزائري خرج من أزمة العشرية السوداء، كان يتقدم ببطء وبحذر شديد من هذه الخطوة التي هي عبارة عن خطوة الحراك، لأنه كان يعلم أنه إذا تمادى أكثر من هذا إلى أين كان يمكن أن يصل، وهو كان قد رأى الصورة في زمن قريب ليس بالبعيد التي هي العشرية السوداء في التسعينيات. طيب، دعنا على قاعدة أن أهل مكة أدرى بشعابها، ومن أهل مكة معنا الدكتور حسام حمزة من الجزائر، وأنت أحد قادة الحراك الشعبي. الحراك في صورته الراهنة الذي لم ينتظم في جسم أو هيئة تمثله وتقدم رؤاه لمستقبل الجزائر أو على الأقل لحاجات الجزائر في الراهنة، هل هذا الحراك بصورته الراهنة يمتلك أدوات التقييم تقييم ما تحقق من أهدافه في الجزائر من عدمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة الأمر إذا أردنا أن نناقشه من زاوية سياسية واجتماعية أعتقد أن الأمر نوعا ما معقد، لأننا في مرحلة معينة أو في لحظة أين أولا لا يمكن أن نلوم الشعب الجزائري أبدا على خروجه إلى الشارع، لأن السلطة أغلقت كل المنافذ الأخرى للعمل السياسي وكل المنافذ الأخرى التي يمكن من خلالها للشعب أن يساهم وأن يشارك وأن يشعر بأنه يحكم بلده، كل المنافذ إلى هذا مغلقة، وبالتالي لم يبقى أمام الشعب الجزائري من سبيل
إلا الشارع. الشارع هو اضطرار بالنسبة للشعب الجزائري، بالرغم من كل، دعنا نقول بكل صراحة، من كل النقائص التي يمكن أن تواجهها هذه الهبة الشعبية، وهي نقائص جزء منها سيتكرر من النقائص التي عانينا منها في سنة 2019، ولكن أعتقد بأن الأمر أصبح حتميا، لأن ليس هناك مخرج آخر وليس هناك حل آخر. أصلا السلطة أغلقت كل المنافذ وكل الأبواب التي يمكن من خلالها للشعب أن ينتظم، سواء ينتظم في إطار تنظيمات جديدة تعبر أو يمكنها أن تنخرط في مسارات لكسب الشرعية الشعبية والحديث باسم الشعب وتمثيله، سواء في المؤسسات الديمقراطية أو حتى في الشارع، وأغلقت أيضا الباب أمامه في كل مؤسسات الدولة وحتى في الأحزاب القادمة. إذن هنا أصبح الحراك حتميا. الشعب الجزائري في اعتقادي لا يتمنى وليس طموحه أن يكون في الشارع، بالعكس الشعب الجزائري يريد أن يرى مسارا جديدا لبناء الدولة الجزائرية، مسارا جديدا للتأسيس لديمقراطية حقيقة، أو على الأقل تدارك الأخطاء وتجنب الأخطاء التي واجهها وعانى منها في مرحلة سابقة. ولكن إلى غاية الآن هذه الأبواب التي فتحت سنة 2019 بعد الحراك الشعبي، وبعد أن اصطف الشعب الجزائري بأغلبية كبيرة جدا مع الخيار الدستوري حماية للدولة وللمصلحة العليا للوطن، للأسف شاهدنا نقوصا وانتكاسة على الكثير من المكاسب التي حققها الشعب الجزائري، ومرة أخرى نعود ونرى أن الشعب الجزائري يتجه إلى الشارع، لأنه بالنسبة إليه الأداة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يمارس الضغط، والأداة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يحقق مطالبه في دولة العدل. هذه الفكرة، معذرة، هذه الفكرة واضحة، ولكن سألتك لأن هذا الجواب ينبني عليه كلام كثير بعد ذلك سنبحثه في المحور في مستقبل هذه الحلقة لاحقا. هل الجزائريون وتحديدا الحراك يمتلكون أدوات تقييم مسارات التغيير التي تمت عبر هذين العامين؟ لأن هذا التقييم هو الذي سيرسم لنا مستقبل هذا الحراك. للأسف أنا قلت في كلامي بأنه إلى غاية الآن النقائص التي اكتشفنا بأن الهبة الشعبية عانت منها، أو التي ربما عطلت وأنقصت من فاعليتها على سنة 2019 ما زالت موجودة إلى غاية الآن. لحد الآن لم نفرز نخبا ولم ننخرط في عملية تنشئة سياسية حقيقة وعملية تنظيم وهيكلة لمختلف الفئات التي شاركت في الحراك كي تفرز ممثلين حقيقيين بإمكانهم أن يتحدثوا باسم الشعب وبإمكانهم أن يعبروا عن مطالبه وأن يجسدوها ويتمثلوها، وبإمكانهم أيضا أن يشاركوا باسمه في السلطات. ما زالت إلى غاية الآن الجو الموجود في الحراك إلى غاية الآن هو جو للرفض، وبقينا في هذا المستوى، لم ننتقل إلى مستوى أعلى يمكننا من خلاله أن ربما أن نعالج بعض الخلل وبعض النقائص التي عانينا منها ونذهب نحو مستوى آخر من مستويات التغيير. نحن الآن نكرر تجربة 2019، ولكن أقول وأكرر بأن هذا اضطرار من الشعب الجزائري، لم تعطى له الفرصة ولم ينخرط على كل حال الحراك بعد أن توقفت المسيرات، لم نتجه نحو مسارات أخرى لبناء وتجنب الفراغ السياسي، خاصة الذي يعيد النخب القديمة وحتى النخب المتواطئة مع النظام إلى الواجهة، اتجه إلى التوقف التام واتجه إلى النوع من السلبية، دعنا نقول السلبية في ممارسة العمل السياسي. وهنا عدنا إلى نقطة الصفر ووجدنا أنفسنا الآن أمام حراك قد يكون بنفس الزخم السابق إن لم يتعرض إلى القمع طبعا، ولكن لن يفرز نخبا تمثله وتعبر عنه، لأننا في كل مرة نفشل في الخطوة التي تلي المطلب الشعبي، وهي خطوة بناء الثقة في النخب وبناء الثقة مع السلطة، وبالتالي
طيب إلى هذه رؤية نقدية حقيقة، يعني رؤية نقدية للذات يعني تحمد عليها دكتور حسام. دعني أنتقل إلى ضيفنا الآخر دكتور رضوان، أرحب بك مرة أخرى. يعني الآن الذي يحصل في الجزائر أن أزيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعدما مرض وشاخ، فأتي بدلا منه برئيس شيخ أيضا عبد المجيد تبون، الذي يعني قضى وقتا ليس يسيرا من رئاسته في المشافي ويعالج إلى آخره. والمشكلة الأكثر أن الرئيس الشيخ الجديد ينتمي إلى طبقة سياسية ما خرج الجزائريون إلا لإسقاطها، كما لو أن الجزائر تدور في حلقة مفرغة يقول مراقب جزائري. ماذا يمكن أن يقال عن هذا الواقع؟ لا، هو واقع فيه الكثير من الصحة. أولا دعني أرحب بضيفيك الكريمين وبكل مشاهدي قناة الرافدين. طبعا التفت في جزء كبير مما قاله ضيفيك، لأن الحراك اليوم يعتبر نقطة قوة محورية في التغيير، لأن الضغط الذي خلقه عن طريق الشارع منذ 2019 أدى بنتائج إيجابية لا يمكن أن ينكرها أحد، حتى الحراك. لكن ربما قد أختلف في بعض النقاط حول امتداد الحراك من 2019 أم يعتبر موجة ثانية من حراك 2021، لأنه حتى نفس الأشخاص الذين كانوا في 2019 قد اختلفوا على أرض الواقع، يعني في الشارع ليس هم نفسهم، حتى بعض الوجوه المعروفة على غرار سمير بالعربي الذي أعلن قبل لحظات انسحابه من ما يعرف بنداء 22 بعد أن طرد مرتين من الشارع. هنا نلاحظ أنه في خلل في وسط هذا الحراك. نحن لا ننتقد الحراك، لكن يجب أن نبرز أين الخلل، لأن هذا الحراك لا أحد ينكر ما قام به وما يقوم به للضغط. والدولة أعتقد أنها واعية بهذا نقطة القوة، خاصة أنه الحراك أو الشعب الجزائري لما خرج الشارع وتمكن من إسقاط يعني شخص ومن كان يدور حول فلته. لكن أستاذ رضوان، يعني أرجو المعذرة، هل المشكلة عند الجزائريين في شخص بوتفليقة نفسه أم في منظومة حكم لم يتغير منها شيء على الإطلاق؟ ذهب بوتفليقة وأتي برفيقه ورفيق دربه، بل من هو في عمره وشيخ مريض أيضا، ما الذي استفاد منه الجزائريون؟ لا، الجزائريون استفاد الكثير، يعني استفاد أشياء كثيرة لا يمكن أن ننكرها. أنه الأمر صحيح مرتبط ربما بمنظومة، لكن نعتقد أنها نفس المنظومة اليوم. هذه المنظومة وإن كانت نفسها حسب رأيك سيدي هي قدمت اليوم مضطرة بعدد من التنازلات. لما الرئيس يطلق سراح عدد من المعتقلين المرتبطة بهمهم في مرحلة الحراك وبالحراك وبمنشورات حول الحراك، هذا يعتبر على الأقل تجسيد لعدد من المطالب ومد اليد لتهدئة دستور جديد، قوانين جديدة. لكن الدستور الجديد لم يشارك الشباب. أكثر من ثلاثة، يعني كان هناك يعني قرار شعبي أو استفتاء شعبي على الدستور بالعزوف عن المشاركة، 23% فقط من الجزائريين شاركوا على هذا الدستور، وبالتالي هذا يعني يجرح في شرعية هذا الدستور دكتور. لا، هو يجرح في ربما مشروعية من سوق إلى هذا الدستور، لأن الرئيس هنا اعتمد على أشخاص ما كانوش في محل ثقة وهم أعضاء من الحكومة والأحزاب السياسية التي كانت موالية في وقت سابق للرئيس بوتفليقة. عملية التسويق كانت فاشلة بكل المقاييس، صحيح أنه النتيجة كانت جد ضئيلة وتحدثنا عن الأمر في وقته وقلنا أنه يجب مراجعة ليس الدستور في حد ذاته، ولكن مراجعة الآليات المجتمعية. لماذا الشعب رفض عموما الذهاب إلى الصندوق؟ لأنه كان فيه عملية تخوين لكل من يحاول الاقتراب إلى الصندوق، سواء بنعم أو لا، حتى بعض الشخصيات التي كانت تحسب على المعارضة والتي رفضت انتخابات 12 ديسمبر والتي رفضت تبون
رئيسا للجمهورية هي التقته مؤخرا في إطار لقاءات تشاورية، وصرحت بعدها بأنه تبون لديه رؤية وأنه متوافقون حول عدد من النقاط على الأقل في عملية احتواء. لا يجب أن ننكر أن السلطة قدمت بعض تجسيد المطالب، لا نقول أنها جسدت كل المطالب، وإلا لما كان الشعب خارج يعني بمناسبة الذكرى الثانية للحراك مرة أخرى، لأن الاحتفال بالحراك يكون بالخروج ورفع الشعارات. هذا نوع من المطالب ونوع من الأسئلة التي تحتاج بالفعل إلى أجوبة فورية ومستجابة من السلطة السياسية، لكن لا يمكن القول أننا نعيش في نفس المنظومة. ربما نفس الأشخاص كانوا في السابق اليوم ما زالهم في دواليب السلطة، هذا لا يمكن أن نذكره، لكن المنظومة فيها نوع من التنازل والبحث عن إعادة بعض جسور الثقة، والأكيد أن الخارطة السياسية وحتى الحزبية الجديدة ربما ستبرز منظومة أخرى، لأن الأمر لن يكون بين ليلة وضحاها، ولكن الأمر ربما يحتاج إلى بعض الوقت. أنا في اعتقادي أنه يجب أن نوازن، ولا يجب أن ننكر ما قدمته السلطة وما قدمه الحراك. لا يمكن نقول نعم معذرة دكتور، يعني أنت ذكرت بأنه يجب الموازنة، وأنا يعني عطفا على ما تفضلت به أسأل ضيفي في الاستوديو، الموازنة مطلوبة، يعني السلطات قدمت أزيح الرئيس وجرت انتخابات، أجلت الانتخابات مرتين بناء على رغبة الشارع الجزائري، وجرت انتخابات رئاسية وبعد ذلك تم الاستفتاء على دستور جديد، كل ذلك من أجل الشارع الجزائري. لكن بالمقابل، هل الحراك لديه أهداف واضحة ومحددة للتغيير أم فقط خروج إلى الشارع والمطالبة بالتغيير؟ طيب، الحراك لما نتكلم على أهدافه احنا نتكلم على أمر معقد جدا، فهو مشكلة معقدة ومركبة على عدة مستويات، ليست بالمشكلة الأفقية نهائيا. الحراك عانى من عدة عدة تدخلات من عدة جهات حتى لا يكون لديه هدف واضح، أولا حتى لا يستطيع أحد تمثيله، ثانيا حتى لا يصل إلى نتيجة فعلية ملموسة ويبقى مجرد عبارة عن زخم شعبي يخرج إلى الشارع كل جمعة ويرجع إلى البيت في النهاية. فلذلك هذه المشاكل المركبة إذا أتينا لكي نتكلم عليها سوف نبدأ أولا بأنه عانى من ناحية الدولة، هو يطلب بمطالب واضحة والنظام والدولة لا يريدون تلبية هذه المطالب. هو يريد، كان هناك شعار، طبعا نحن نعرف أنه هلامي إلى درجة معينة الذي هو يتنحى وقع، بمعنى يذهبون كلهم، تمام، لكن كانت هناك شخصيات مطروحة كشخصيات مقبولة لدى الشعب الجزائري، لكن كل هذا تغاضى عنه وظلت تغير فقط الواجهة، ويظن نفس حتى الواجهة لم تغير 100%، غير وجه عبد العزيز بوتفليقة ليذهب في حد ذاته ولم يذهب النظام. هذا من جهة. المشكلة الثانية التي عانها من الحراك هو من أناس يلعبون دور المعارضة ويريدون أن يقفزون على الحراك لتمثيله، ويريدون أن يفرضوا أجنداتهم، ويريدون أن يفرضون ليس المعارضة السياسية، معارضة سياسية، شخصيات، جمعيات وطنية، أرادوا أن يفرضوا أجنداتهم وأهدافهم على الحراك من خلال عدة أمور، أولها الإعلام، ثانيها تمويل عدة نشاطات داخل الحراك، ثالثها المشاركة والظهور في أي شيء على أنهم هم ممثلون الحراك، وكلهم أو غالبيتهم حين كانوا ينزلون للتظاهر في وسط الحراك في الجزائر العاصمة رفضوا وطردوا، وعلى رأسهم المترشح السابق الذي كان يترشح في منافسة عبد العزيز بوتفليقة علي الغديري، اللواء السابق، اللواء المتقاعد. نعم. تمام. ثم نأتي إلى المعضلة المركبة الثالثة، وهو أنه النظام البوتفليقي قبل أن يذهب صحر كل الساحة السياسية وحتى المجتمع المدني الجزائري، لم يترك للمجتمع الجزائري ثقة لا في سياسيين ولا في جمعيات ومجتمع مدني، فوصلنا إلى حالة أنه الحراك حين هب الشعب إلى هذا المستوى أن يسقط النظام بوتفليقي، النخبة لم تكن في المستوى لكي تخرج للحراك ممثلين أو لكي ترسم له خطوط عريضة وأهداف واضحة كي ينجح بها. هذا الآن نحن نتكلم على ثلاث عقد
مركبة، زائد العقدة الرابعة والتي هي عقدة أنه بعض الناس أرادوا أن يفرضوا الجهوية داخل الحراك، مع أنه الحراك كان سلمي وكان عام لكل الشعب الجزائري. فأمام كل هذه النقاط من الظلم أن نسأل هل الحراك أهداف أو ليس له حراك، من الظلم أن نسأل الشعب المتواجد في الشارع والمواطن البسيط الذي يخرج للشارع بكل ما يملك، هذا هو ما يملكه مثل ما قال الأخ، أمام وضع أمام أمر واقع لا يستطيع أن يفعل شيء، ليس لديه حل، النظام غلق عليه كل أبواب، لم يترك له إلا باب الشارع. نعم. فمن الظلم أن نأتي ونسأل هل لديك هدف أم ليس لك هدف. الهدف كان يجب أن يصنع من طرف النخبة، والنخبة التي لم تكن في مستوى الشعب والحراك في هذه المرحلة. هذا هو طبعا سؤال المرحلة، وهذا هو السؤال المنطقي الذي ينبغي أن يطرح على الحراك. بعد الفاصل مشاهدين الكرام سنبحث ردة فعل أو كيف قرأ الحراك الجزائري قرارات الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة. وقفة قصيرة قبل العودة لاستكمال الحديث. مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، هذه عودة لمواصلة الحديث في تطورات المشهد الجزائري في الذكرى الثانية على انطلاقة حراك شعبي واسع أطاح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. دكتور حسام، الرئيس الحالي عبد المجيد تبون يعني الرجل ليس جالسا يعمل، جاء أول شيء أولا جاء بالانتخاب، بعد ذلك اتخذ سلسلة قرارات أخيرا مهمة للغاية، حل البرلمان، غير عددا من الوزراء، أطلق العشرات من معتقلي الرأي أو الحراك، وهذا كله جاء في مناسبة الذكرى الثانية للحراك، يعني يقول للشارع بأنني أنا أعمل لست جالسا. ما الصدى الذي تركته هذه القرارات لدى الشارع الجزائري؟ أولا يجب أن نقول بأن الرئيس الحالي ارتكب عدة أخطاء سياسية، وهي في الحقيقة أخطاء فادحة أصلا، حتى دعونا نقول الشرعية المهتزة التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية سنة 2019 عوض أن يعمل على دعمها وعلى تثبيتها، فقد عمل بالعكس على تشتيتها أكثر وعلى إفراغها من محتواها، وهذا الشيء الذي حصل، ورأينا النتائج الاستفتاء على الدستور، يعني 23% فقط من الشعب الجزائري شارك، أو من الكتلة عفوا الكتلة الناخبة في الجزائر شاركت في هذه الانتخابات، وحوالي 40% من الذين شاركوا رفضوا هذا الدستور. يعني حقيقة الآن أزمة الشرعية تعمقت أكثر وأكثر بالنسبة للرئيس، ثم أكثر من ذلك يعني بالإضافة إلى المسار الخاطئ الذي اعتمده في التعامل مع الدستور أو حتى في التعامل مع منطق التغيير كما يريد أن يسوق له، يريد أن يقنع الناس بمثل هذه التغييرات السطحية، التغييرات على مستوى الواجهة فقط، التي يعلم كل الجزائريين بأنها لن تؤتي شيئا ولن يحصل التغيير المنشود منها، لأن تغيير الأشخاص، الجزائر الآن مشكلتها ليست مشكلة أشخاص وفقط، وهنا أؤكد على كلمة وفقط، لأن بالإضافة إلى مشكلة الأشخاص وهي في الأخير مشكلة نخبة، لدينا مشكلات عويصة وأعمق وأكبر متعلقة بالمعادلات التي يركب أو ركب عليها النظام الجزائري، وهذه المعادلات تتنافى مع تحقيق السيادة الشعبية وتحقيق مبدأ حكم الأغلبية. المنطق الذي يبنى عليه النظام الجزائري أو مبني عليه النظام الجزائري حاليا هو مبني على منطق المحاصصة ومنطق الفئوية ومنطق سيطرة الطغم الأمنية والاقتصادية والإعلامية وحتى المتواطئة مع الخارج على جهاز الدولة وبيروقراطيات الدولة.
وهذا الصراع داخل جهاز الدولة في كل مرة يخرج إلى الشارع يؤدي إلى حالة من الانسداد. في مقابل أو بالموازاة مع كل هذا، نحن نشهد حالة تعطل كبير جدا في إعادة بناء الحياة السياسية والطبقة السياسية في الجزائر. الآن واحد من الأسئلة التي تطرح يقال لماذا الحراك لم يفرز أو لم يفرز نخبا؟ أنا أقول هنا حتى وإن أفرز الحراك نخبا، فإن الشعب الذي عانى من تسخير سياسي طيلة عقود، ثلاثة عقود، لا يمكنه أبدا أن يثق في شخصيات تبرز في شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. الحصول على ثقة الشعب وعلى الشرعية الشعبية يحتاج إلى بناء، عملية بناء تدوم سنوات، وعمل من القاعدة، ويحتاج قبل ذلك إلى بناء مشروع نهضة ومشروع تنمية ومشروع سياسي واضح المعالم تسوق له النخب السياسية كي تحظى بثقة الشعب لاحقا. كل هذا لم يحصل، وكل هذا يعطل في الجزائر، لنتجه في كل مرة إلى تغيير في الواجهة على شاكلة ما حصل في التعديل الوزاري الأخير أو ما حصل بالأمس في مجلس الأمة، وطبعا هي كلها شخصيات من العلبة نفسها، من علبة النظام نفسه، يعني جربناها ولم يأتي منها شيء، هذه الشيء الأول. وفي المقابل حتى الخدع، دعونا نقول الخدع بهذه العبارة، التي يمارسها النظام من أجل إعطاء انطباع بأنه يعمل على تجديد سياسي، أثبتت فشلها. لأنه عندما نقول أو عندما نرى بعض الأحزاب السياسية التي يراد لها أن تكون هي في الواجهة في المرحلة المقبلة، سنجد بأنها هي في حد ذاتها يعني ذيول لأحزاب كانت موجودة في السابق، دكتور حسن، وهي في حد ذاتها متورطة. يعني أرجو المعذرة عن المقاطعة، يعني الوقت يضيق وقد وضحت نقطتك، وأريد أن أبقى مع قضية القرارات الأخيرة لأسأل عنها الدكتور رضوان. يجب أن تفهم قرارات دكتور رضوان بوهديل، يجب أن تفهم قرارات الرئيس الأخيرة، حل البرلمان وإقالة الوزراء والإفراج عن المساجين، في سياق جزائري عام، وهو قد يفهم هذا السياق إذا ما قرأنا مقالة كتبها الصحفي الغربي أندرو فاران لموقع المجلس الأطلسي، وهو مقره واشنطن، وهو بالمناسبة مؤسسة غير حزبية. أقتبس لك، قال: خلال حكم بوتفليقة جمعت الجزائر تريليون دولار من صادراتها الأولية من النفط والغاز، وكان رجال السلطة يستخدمون هذه الثروة لتغذية حساباتهم المصرفية في سويسرا ولتغطية بعض الحاجات الأساسية للجزائريين، وقد رفض نظام الحكم مرارا تنويع مصادر الاقتصاد الجزائري. انتهى الاقتباس. قد يسأل جزائري غاضب بناء على هذا السياق، يعني حال الرئيس في قراراته تشبه طبيبا يقلع درس مريض يعاني من فشل كلوي، كيف يمكن الإجابة عن سؤال هذا الجزائري الغاضب المفترض؟ طبعا لا، أكيد هذا الجزائري يبقى جزائري ووطني ويملك من الوطنية، لأنه عبر عن رأيه، وهذا الرأي أولا لا يمثل 44 مليون جزائري أو لا يمثل على الأقل، لكن هذه وقائع دكتور رضوان، هذه وقائع نقلتها إليك. يعني لا، هي ليست وقائع، هي ليست وقائع، ولكن كلام قاله شخص نحترم رأيه، قد أختلف معه وقد أتفق. أنا لم أقول أنا أختلف مع هذا الشخص، أنا أقول أنه كل شخص المشكل اليوم هو ما يحدث من تخوين لبعضنا البعض كجزائريين، وربما الضيف في الأستوديو ربما لا أدري إن كان بعيدا عن أرض مطر منذ مدة، لكن أنا أثق في كلامه، على الأقل صديقي وزميلي حسام حمزة الذي يعرف الشارع جيدا وعرف مخرجات هذا الشارع، وأنه فيه نوع من الانقسام بعد ذهاب إلى نوع من المصالح الضيقة لبعض الشخصيات التي استغلت الحراك بريء من كل هذا نقولها ونعيدها، الحراك أكبر من هؤلاء حتى يتحدثوا باسم الحراك وحتى باسم الشعب. اليوم الجميع يحاول الحديث باسم الشعب ويقول الشعب يريد والشعب يرفض والشعب مع والشعب ضد، لا، من المستحسن أن الشعب يتحدث عن طريق الصندوق. اليوم المشاركة السياسية باتت هي الوسيلة والآلية الديمقراطية الوحيدة للتغيير، لا
لا يمكن التغيير عن طريق الضغط فقط عن عبر الشارع، لأنه حتى الشارع وإن كان أزاح بوتفليقة من الحكم إلا أنه يعني لم يتمكن في وقت بعده من إزاحة الباءات الثلاثة التي طلب بها الحراك منذ البداية، ولكن هذه الباءات فقط مع مرور الوقت وبطريقة آلية. لذلك اليوم المسألة أعتقد أنها فيها نوع من الانقسام. نحن لا نختلف، هذا الشيء مؤكد، عن قوة الحراك وعن المطالب المشروعة للحراك الشعبي وللشعب الجزائري، والجميع يريد ما نتفق عليه ومتأكد منه أنه جميعنا نبحث عن بناء الجزائر، عن مستقبل الجزائر. ربما الآليات تختلف وربما الرؤى تختلف في الطريقة للتغيير. أنا أعتقد أنه اليوم حان الوقت أنه ليس الحراك عليه أن يطرح قياديين أو ممثلين، لأنه ليس دوره، ولكن على الأقل من يرى في نفسه أو في جماعته أنه يمكن أن يغير عن طريق الصندوق، فلينظم نفسه في أطر قانونية وشرعية حتى يتمكن من التغيير، لأنه التغيير عن طريق رفع الشعارات ليس ضرورة. قد يوصل الجزائر إلى الأهداف أو يوصل الحراك أو الشعب إلى الأهداف المرجوة. لذلك أنا أفضل أن يتحول الحراك كله، وأنا قلتها يعني في 2019، لما الحراك يكون حزب سياسي كبير اسمه حزب الحراك، فيه الملايين من المناضلين، يطرح مرشح للرئاسيات ويطرح مرشح للانتخابات التشريعية، وأكيد بهذه القوة الموجودة في الشارع أكيد سيفوز بكل المقاعد، بدل فقط التوقف عند رفع شعارات. هي آلية أيضا تفترض أنك ترفع شعار للسلطة مطلب، سواء كان سياسي سواء كان اجتماعي أو اقتصادي، وحتى فردي حتى شخص يحمل شعار يقول لك أريد سكنا أريد عملا، وهذا حق مشروع لكل مواطن جزائري. المشكلة اليوم أنا أعتقد أنه فيه اختلاف داخلي، خاصة لما نشوف شخص كان في 22 فبراير 2019 في الواجهة في الحراك ودافع عن الحراك، واليوم نشوفه يطرد من الشارع لا أدري لماذا. شخصيات أخرى استغلت الحراك لرفع مطالب هي بعيدة عن المطالب الوطنية، هي مطالب جهوية، مطالب خارجة، أعتقد هي ليست مطالب جزائرية أصلا. طيب، في سياق الحديث عن ردة فعل الشارع الجزائري من هذه القرارات، قرارات الرئيس، هل من حيث التوقيت هل تقرأ من دلالات معينة في هذه القرارات؟ وأرجو الاختصار في الإجابة. طبعا بكل اختصار، قرارات الرئيس انتظرها الجزائريون من بداية انتخابه، يعني القرارات أتت جد متأخرة. ماذا يعني أن تحافظ على برلمان الذي انتخب في زمان بوتفليقة لمدة سنة كاملة وتمرر عبره عدة قوانين، حتى أن الدستور الجزائري استفتى عليه الشعب الجزائري ضمن هذا البرلمان؟ ماذا يعني أن تترك حل البرلمان إلى أكثر ما بعد سنة منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون؟ فهذه كلها تساؤلات من حق الشارع الجزائري، هذا من جهة. من جهة ثانية، يعني لما نقول النظام لم يتغير، يعني في إطار كلامنا على البرلمان، نحن لا نأتي بهذا يعني من عدم. نتكلم اليوم على مجلس الأمة الذي هو الغرفة الثانية للبرلمان، انتخب فيه أمس رئيسه قجيل، يعني صالح قجيل انتخب وعمره 90 سنة، رجل ولد في الثلاثينيات من القرن الماضي، اليوم هو منتخب على رأس البرلمان الجزائري أو مجلس الأمة الجزائري. ماذا يريد أن يوجه النظام من رسالة إلى الشعب الجزائري؟ أي رسالة اطمئنان هذه التي يوجهها بجعل رجل؟ طبعا هو كان نائب للرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح، وأتى فيما بعد عوضه، والآن ثبت بانتخابات داخل مجلس الأمة. كل هذه الرسائل من حق الشعب الجزائري أن يتساءل عليها ويعرف لماذا تأخر عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الآن لحل البرلمان. بعدها نتكلم على الإفراج عن المعتقلين. هل الإفراج عن المعتقلين شيء منطقي؟ الآن نحن أمام تساؤلات جدلية، هل حقيقة هؤلاء هو لم يفرج عن المعتقلين وإنما أفرج عن معتقلين، عن معتقلين تمام. فأمام سؤال جدلي، هل هؤلاء المعتقلين حقيقة ارتكبوا ما يحاسب عليه وما يستوجب الاعتقال، فكان يجب أن يمكثوا هذه السنة أو أكثر وثم أفرج عنهم قبل أن يستوفوا حكمهم، مع أنه كثير منهم ملفاتهم لازالت داخل المحاكم
فكيف يكون هذا؟ أم أنهم لا يستحقون هذا الاعتقال وقضوا سنة من عمرهم داخل السجون من غير أن يتخذ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أي قرار؟ فكذلك هذا سؤال ثاني يطرح. فلذلك الشعب الجزائري لا يرى بأن هذه القرارات ليس لها فائدة وإنما متأخرة جدا وكان يمكن أن تتخذ في وقت أبكر. متأخرة جدا دكتور حسام، وأرجو الاختصار أيضا قبل أن ننتقل إلى المحور الأخير، ما الذي كان يمكن أن يفعله الرئيس تبون ولم يفعله باختصار؟ أول شيء الخطأ في المسار في حد ذاته، يعني أن يمرر الدستور على دون إجراء انتخابات تشريعية مسبقة تفرز نخبة سياسية وطبقة سياسية جديدة وممثلين شرعيين للشعب الجزائري يمكنهم حقيقة أن يناقشوا مضمون هذا الدستور وأن يفرزوا دستورا يعبر فعلا عن طموحات الشعب الجزائري ويبني ديمقراطية حقيقية ويحقق سيادة الشعب، هذا خطأ كبير، هذا خطأ من الأشياء ومن الأشياء التي نبهنا لها في وقتها. كان من الأفضل وكان من الأحرى بل من الأحرى أن يعدل قانون الانتخابات كأول شيء يجب أن يقدم عليه رئيس الجمهورية، أن يعدل هذا القانون بعد طبعا مؤتمر وطني جامع يتناقش فيه كل الجزائريين وكل الجزائريون باختلاف توجهاتهم التي أفرزها الحراك الشعبي ليتفقوا على قانون انتخابات نزيه وشفاف يمكنه أن يفرز مؤسسات ديمقراطية هي في حد ذاتها فيما بعد تناقش القانون الأسمى في البلاد وهو الدستور. ولكن هذا لم يحصل، هذا لم يحصل، والعكس هو الذي حصل، أننا اتجهنا إلى تعديل دستوري بطريقة خاطئة بطريقة تكرر التجارب السابقة عن طريق لجنة الرئيس هو الذي اختارها توجهاتها أصلا الفكرية والأيديولوجية دعني أقول بأنها ليست تمثيلية، ليست تمثيلية لأغلبية الشعب الجزائري، أفرزت لنا دستورا رفض منطقيا، هو رفض إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد المقاطعين وعدد الذين رفضوهم من الذين صوتوا سنقول بأنه دستور مرفوض. إذن نحن نتجه نحو تكرار نفس المشهد المأزوم الذي كنا نعاني منه سابقا. طبعا هذه من الأشياء، هناك أشياء أخرى أيضا كان ينبغي ربما أن نفتح المجال، هذه فقط النقطة أخي، تفضل. كان من الواجب أن نفسح المجال وأن نحرر الساحة السياسية لكي نفرز وتنبثق نخبة سياسية وأحزاب سياسية جديدة شابة نظيفة غير متورطة مع النظام القديم يمكنها أن تعيد العلاقة الثقة مع الشعب الجزائري، ولكن هذا أيضا لم يحدث، والعكس هو الذي يحدث، أننا نشهد غلقا سياسيا أكبر من الذي كنا نشهده في مرحلة سابقة. فما الذي ننتظره بعد كل هذه الإجراءات غير خروج الشعب إلى الشارع مرة أخرى؟ أريد أن أسأل الدكتور رضوان، يعني في قراءتك أنا أشعر أن الضيفين مارسا نوعا من الجلد للطبقة الحاكمة وخصوصا للرئيس عبد المجيد تبون، أريد قراءتك لأداء نظام الحكم وخاصة الرئيس تبون خلال العامين الماضيين، هل هذا الأداء قد يساعد على ضبط الشارع ودفعه إلى انتظار قرارات مزيد من القرارات التصحيحية، أم أنه ربما يكون محركا للشارع في المرحلة المقبلة لاستئناف حراكه؟ أولا يجب أن نوازن مرة أخرى حتى نكون محايدين، هناك ما قدم وهناك ما يمكن أن نعتبره من سلبيات أو كما وصفها الدكتور حسام أيضا يعني شبه ما حدث كله بالفشل. على الأقل ماذا قدم؟ هل السؤال الذي طرحناه هي على الأقل إيجابيات؟ على الأقل أولا قبل أن نذهب إلى السلبيات أن نرى الجانب المملوء من الكأس قبل أن نذهب إلى الجانب الفارغ. على الأقل السلطة في اعتقادي تحاول اليوم احتواء الشعب، احتواء المعارضة، احتواء الطبقة السياسية من خلال إعطاء تطمينات وإجراءات للتهدئة مثل إطلاق سراح المعتقلين، مثل هذه التغييرات وإن كانت شكلية، أنا أتفق على أنها شكلية في الحكومة، بل أذهب أبعد من ذلك وأقول هي تغييرات سطحية
ذات بعد اقتصادي فقط، لكن تبقى من صلاحيات الرئيس، هي الوزير يعين من طرف الرئيس الذي ينتخبه الشعب وليس منتخب حتى نقيمه. نحن نقيم الرئيس، من حقنا تقييم الرئيس لأنه في كل الأحوال حتى لو انتخبه بضعة جزائريين هو اليوم رئيس لكل الجزائريين. الدستور أكيد فيه نقاط إيجابية وفيه نقاط سلبية، هذا ليس بالقرآن الكريم حتى يرضي الجميع ويفرض عليهم، لكن على الأقل فيه نوع من الاستهداف لعدد من المؤسسات. دعنا نذهب بعيدا عن الصلاحيات والسلطات الثلاث، لكن نذهب إلى المؤسسات التي فسحت المجال للشباب بشكل خاص بالولوج الى عمل سياسي مثل المجلس الاعلى للشباب، مثل اكاديميه العلوم والتكنولوجيا، مثل هي هيئات استشاريه مستحدثه في هذا الدستور، لان الدوله تبنى بمؤسسات، لانه تبون ان يكون رئيس مدى الحياه على الجزائر هو ولا غيره، لكن المؤسسات نحن نبحث عن بناء مؤسسات بالنخب بالكفاءات الجزائرية المختلفة القادرة أيضا للكفاءات التي تبحث عن مصالحها الضيقة، لأنه هنا مشكل آخر يطرح نفسه، لأنه لاحظنا أنه كانت ناس موجودة في الحراك منذ البداية، لكن اليوم دخلت تحت عباءة فكرتك دكتور رضوان، فكرتك بين السلطة لمحتواتها لاختلاف رحمة وضحت فكرتك دكتور رضوان، أرجو المعذرة يعني لم يبقى لدي إلا القليل جدا من الوقت، الفكرة صارت واضحة بدقيقتين من فضلك دكتور حسام، يعني حتى أختم معي في الاستوديو مع ضيفي، يعني الشارع الجزائري الآن استكمل أسباب استئناف الحراك وهو يتجه نحو الحراك أم أنه سينتظر؟ لا أرى بأن هناك مؤشرات في الحقيقة لانتظام الشارع، سنتجه مرة أخرى وأعود وأكرر ما قلته في البداية، سنتجه إلى نفس أو سيناريو مشابه بنسبة كبيرة جدا للذي رأيناه. لماذا؟ ما الهدف الذي تريدون تحقيقه؟ بشرط عدم في حال عدم القمع طبعا، ما الذي نريد تحقيقه هو في الحقيقة أن نجلس وأن نعمل على بلورة مطالب الشعب الجزائري في شكل برنامج ومشروع سياسي قابل للتحقيق، يعيد للشعب الجزائري سيادته ويعيد للشعب الجزائري سلطته على كل المؤسسات، يعيد للنظام الجزائري شرعيته، نعيد بناء دولة الحق والقانون، العدل والقانون في الجزائر، نريد أن نبني الديمقراطية، نريد أن نكون أوفياء أكثر لمشروع نوفمبر، هذه الأشياء التي يريدها الشعب الجزائري، وهذه الأشياء التي يجب أن تصاغ وفق مسارات ومشاريع سياسية واضحة تعبر عنها نخبة سياسية شرعية وممثلة للشعب الجزائري. ولكن أشكرك دكتور حسام معذرة، يعني أدركنا الوقت، فكرتك وصلت فكرتك وصلت تماما وبمنتهى الوضوح. أختم مع ضيفي في الاستوديو، ما الذي يمكن أن يحققه الحراك الجزائري مما لم يستطع فعله في هذين العامين؟ الحراك الجزائري الآن يجب أن يكون له هدف واضح، في حال ما انتظم وكان لديه هدف واضح، وهذا هو الأمر الذي نراه الآن صعب جدا في ظل الظروف التي مررنا بها من سنة 2019 منذ إسقاط نظام بوتفليقة إلى الآن، وخاصة مع نظام متمكن إلى هذه الدرجة ويلعب بكل يعني متمسك بكل خيوط اللعبة ويديرها بحرفية، إضافة إلى أنه نظامنا لا يريد أن يفهم ولا يريد أن يقرأ النتائج الموجودة على أرض الواقع. الأرقام لا تكذب، حين تكلم الدكتور رضوان على نتائج الانتخابات، النظام كان يجب أن يفهم من نتائج الانتخابات، حين خرج الناس بنسبة 40% لانتخاب رئيس جمهورية كانوا يرون بأن الحل الدستوري، 40% من الشعب الجزائري كان يرى أن الحل الدستوري سوف يكون منقذ للبلاد من هذه الأزمة التي تعيشها، لكن فيما بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون والقرارات التي اتخذت والوجوه التي عادت من نظام بوتفليقة، الشعب فهم أنه خذل، وبخذلانه عبر فيما بعد في استفتاء الدستور ب 23%، فكانت 17% أعطت لهم درس بأننا وثقنا فيكم وذهبنا معكم إلى انتخابات رئاسية مثلما أردتم، إلا أنكم خذلتمونا من جديد وعدتونا إلى نقطة الصفر. هذا الذي يجب أن يفهمه النظام، لا أحد مثلما قال الدكتور، لا أحد ضد دولته، لا أحد ضد نظامه، لكن نريد دولة قانون، نريد دولة ديمقراطية، أقل ما يطلبه شعب حر على أرضه. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدينا الكرام،
أشكر ضيوفي الكرام الذين شاركوا معي في الاستوديو، الأستاذ عبد الرحمن بن عمار المحلل السياسي، وعبر سكايب من الجزائر العاصمة دكتور حسام حمزة أحد قادة الحراك الجزائري، وأيضا من العاصمة الجزائرية الدكتور رضوان بوهديل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. كل الشكر لكم على طيب المتابعة، دمتم في حراسة الله.